مرحبا فيكم في الحلقة الرابعة من برودكاست اوت رايدرز لو كنتم تابعتم الحلقات السابقة راح تكونوا عارفين ان في حاجات كثيرة بنتكلم عنها لما تكون عن لعبة اوت رايدرز مع كل خصائص والانظمة الموجودة في اللعبة ما نتعدى كثير في تجميع المواضيع في هذه السلسلة حابين نقول لكم ان البرودكاست الرابع راح يكون حلقة مليانة مواضيع كثيرة اليوم بنسلط الضوء على شخصية التكنومانسر ومشاهد جيمبلاي جديدة تستعرض الاكسبديشن والمحتوى بعد انهاء قصة اللعبة. ونظرة أولى على الهيلز رينجرز. وطبعاً ما نقدر ننهي الحلقة من غير ما نجاوب على أسئلتكم المهمة في فقرة الأسئلة. والحين خلونا ناخذ نفس عميق ونبدأ الحلقة. في الحلقة السابقة كشفنا عن التكنومانسر لأول مرة. وإذا فاتتكم الحلقة روحوا شاهدوا عرض البيكام تيرر. ولكن حنا فقط وريناكم جزء بسيط من اللي يقدر يسويه الكلاس واليوم راح نتعمق اكثر ونشرح لكم بالتفصيل عن كلاس تكنومانسر الساحر القوي جدا نشوفكم بعد شوي تحت الاضواء التكنومانسر مرحبا فيكم مجددا في فقرة تحت الاضواء، واللي نتعمق أكثر في التفاصيل الفردية في اللعبة. اليوم راح نستعرض لكم الكلاس الرابع والأخير، التكنومانسر. العواصف الغير اعتيادية في انوك أعطت التكنومانسر قدرات يقدر يدمجها في الأسلحة في أي وقت يحب. وهذا الكلاس راح يقدر يستخدم تكنولوجيا في أقوى صورة لها. لمن يكون هذا الكلاس؟ كلاس التكنومانسر راح يعجب الكثير من اللاعبين، والسبب يعود لبراعته الفائقة. لكن قدرات التكنومانسر راح يقدرون يستخدمونها اللاعبين اللي يركزون في ساحة المعركة أكثر من أن يحدثوا أكبر ضرر في الأعداء. وأيضا التأثير اللي يضعف الأعداء، والقدرات الخاصة اللي تقطع فيها حركات الزعماء، وقدرتهم الخاصة في إسعاف أعضاء الفريق. يعني بيكون ينفع في كل وظيفة تسند له. وطبعاً التكنومانسر يقدر يحتضر الضرر الكبير للأعداء، لأنه عنده أسلحة متنوعة وقدرات الاستدعاء الخاصة فيه. إضافةً لاستخدامه بندقية السنايبر. وهذا يخليه الكلاس المثالي لأي لاعب ينوي أنه يتفرد في اللعب لوحده كمثل الذئب الوحيد عبر إنوك. الاساسيات كلاس تكنومانسر يركز قواعد على الاستدعاء واحداث الضرر الغير مباشر في العدو وله ثلاث اساليب لعب مختلفه اوردينس ودي وديكي لما يضرب تكنومانسر العدو راح يسبب له تاثير تجميد العدو في مكانه والتجميد راح يوقف العدو وهذا يعطي فرصه لتكنومانسر واعضاء الفريق تركيز الضربات على العدو المتجمد الشفاء مثل ما ذكرنا في الحلقات السابقة أن الطريقة الأساسية للشفاء ليست عن طريق استخدام الأدوية أو السحر لكن عن طريق اللعب بشراسة وفي حالة التكنومانسر راح يسترجع جزء من الضرر اللي يتسبب فيه العدو على هيئة علاج وعشان كذا يلقبون التكنومانسر بمصاصين الدماء وأيضا القدرة الأساسية في التكنومانسر راح يرفع من مستوى الضرر في الأعداء من استخدام أسلحة التصويب عن بعد والقدرات الخاصة فيه وهذا راح يضمن ان القدرة الاساسية في مانسر راح تخلي مقدار العلاج عنده يوازي باقي الكلاسات الموجودة. القوات. كل كلاس في الاوت يملك ثمان قوات. راح تبدا بقوة واحدة وكل ما يطور لاعبك اكثر راح تفتح القدرات الباقية. خلونا نستعرض خمس من القوات الموجودة. القوة الاولى اداة الدمار. هل تفضل انك تمطر الاعداء بوابل من الرصاص ولا تحولهم الى الرماد بدخان احمر؟ طيب ليش ما يكون الاثنين معا؟ مع قوة أداة الدمار راح تقدر أنك تغير أسلوب لعبك حسب ما تحب مثل ما تشوفون أداة الدمار تعمل بشكل مختلف عن باقي القدرات بحيث يكون لها تخصيصين مختلفين لو فعلت القوة بضغطة الزر راح يتسلح تكلومانسر بقاذف الصواريخ لكن لو فعلت القوة باستمرار بالضغط على الزر راح يتسلح بالمسدس الصغير المينيغال وقاذف الصواريخ في الخاصية قطع حركات الزعماء اللي تضربهم فيها خلونا نشوف المقطع مرة ثانية العداد البرتقالي يعني العدو يتجهز لاستخدام قدرته الخاصة لكن سلاح قاذف الصواريخ يقطع القدرة عليه ويخليه ما يسوي قدرته وهذا يعني لو واجهت الزعماء والكبات راس براس راح يفرق بين الفوز أو خسارة الفريق كاملة القدرة الثانية الموجة الثابتة. اللاعبين اللي يفضلون انهم يلعبون كشخصيات مساعدة او معالجة، فان قوة الموجة الثابتة راح تناسبكم كثير. قوة الموجة الثابتة مصممة للكلاس التكنومانسر، وهي تعتبر القوة الوحيدة في لعبة اوت رايدرز اللي لك انك تعالج نفسك وادواتك واصحابك مهما تكون المسافة بعيدة عنكم. القوة الثالثة قاذف الالم. هذه تعتبر واحدة من الأدوات اللي يصنعها التكنومانسر، وهي عبارة عن جهاز يسبب ضرر الأعداء بشكل تلقائي. وهو عبارة عن قاذف صواريخ مصغر، واللي راح يفجر الأعداء، وأيضاً يقطع عليهم قدراتهم. وحطوا في بالكم إن القدرة هذه تحتاج توقيت ممتاز لاستخدامها. وإذا قدرتوا تستخدمونها بشكل ممتاز، راح تسببون ضرر كبير جداً. القوة الرابعة Blighted Turret هي قوة تخليك تحط سلاح رشاش صغير في الارض وراح يطلق على الاعداء وايضا يسبب لهم ضرر تسمم وهذا يخلي طاقتهم تنقص تدريجيا بشكل مستمر وتقدر تحط اكثر من مدفع رشاش بحيث تحاصر العدو والدمرة وأيضا تقدر تضع مدفع رشاش بغرض اشغال العدو وانتهرب منهم او تغير موقعك للتخطيط الى تدميرهم. القوة الخامسة Cold Snap قوة الكولد سناب هي لها تأثير على محيط كبير وراح تجمد الأعداء في مكانهم. في الوضع الهجومي تقدر تستخدم قوة الكولد سناب للقضاء على الأعداء وهم متجمدين بشكل أسرع خصوصا لو جمدت مجموعة أعداء في نفس الوقت وفي الوضع الدفاعي راح تساعد قوة الكولد سناب أنك تبعد عن الأعداء اللي يستخدمون أسلحة قريبة المدى وهذا يكون مفيد جدا للاعبين اللي يستخدمون بندقية السنايبر للتصويب من بعيد وحطوا في بالكم أن التكرومانسر راح تكون عنده ثلاث قوات إضافية وراح تعطيك فرص لا نهائية للقضاء على الأعداء باور كومبوز القوات المتنوعة في لعبة اوت رايدرز تعطي خيارات عديدة لدمجها مع بعض، خلونا نشوف مثال على ذلك، خلونا نقول انك كنت تلعب لوحدك بكلاس تكنومانسر وكانوا يطردونك اعداء، باستخدام قوة الكولد سناب راح تجمد الاعداء في مكانهم، وبعدها تقدر تهرب وتضع رشاشات صغيرة في الارض. بينما الأعداء جالسين ينضربون من الرشاش ويتسممون، استخدم قوة الأدوات الدمار عشان تطلع سلاح رشاش فتاك وتقضي عليهم. خصص التكنومانسر مثل ما تحب. كل كلاس فيه شجرة تخصيص خاصة فيه، وفيها نقاط تطوير متنوعة. نقاط التطوير تحصل عليها عن طريق رفع مستوى لاعبك، وما راح تقدر تختار كل شيء موجود في الشجرة. لكن بتقدر انك تعيد استخدام نقاط التخصيص عشان تغير من اسلوبك في اللعب وما في اي حاجة تدفعها بيكون تقدر انك تعيد التخصيص في اي وقت تبغاه الفروع الثلاثة في شجرة التطوير في التكنومانسر هم بيستولنس تك demolisher. في كل فرع راح يعطيك مزايا كبيرة وصغيرة راح تأثر في نوع الضرر اللي راح يتسبب فيه لعبك وايضا مقدار النجاة عنده فرع البيستالنس يكون ممتاز مع قدرات الديكي والاسلحه ويزيد الضرر في الاسلحه خصوصا مع بندقيه السنايبر والرشاشات. فرع التك شامل يركز على الضرر الغير مباشر باستخدام رشاشات الارض والتجميد والعلاج وخاصيه الاوفر كلوكت راح تزيد من مستوى الضرر في الاعداء ولما تستخدم قدرات الادوات ايضا راح يعطيك خاصيه السكند تشانس واللي تخليك ترجع للحياه لما تموت مره واحده. فرع الديمولشر راح يكون مناسب مع جميع القدرات والخصائص لانه راح يعطيك مزايا كثيره تسبب ضرر اضافي للاعداء ويرفع مستوى الضرر في التسميم وفي ايضا خاصيه برين فريز راح تسبب ضرر تسمم في التجميد وايضا الدروع والادوات اللي راح تلبسها بتعطيك خصائص تفيدك مثل تقليل مده الكول داون الخاصيه وايضا الوقت المستخدم فيها او تغييرها تغيير جذري. وهذا كان استعراضنا للكلاس الاخير في اللعبه تقدرون تشوفون استعراضات بقيه الكلاسات السابقه على قناتنا في اليوتيوب واشتركوا وفعلوا الجرس. the last of our class spotlight videos but if you have missed any of them along the way the Trickster, Pyromancer, Devastator and now Technomancer videos are all up on the Outriders YouTube channel for you to peruse at your leisure and hopefully that gives you everything you need to make an informed decision about which class you're gonna play at release. Let us know what you're gonna play as. Me, I'm Trickster. Trickster all the way. Okay. والحين خلونا نتكلم عن المحتوى بعد انتهاء من قصة الاند جيم واللي يسمى بالاكسبيديشن واللي راح يفتح لكم بعد الانتهاء من المحتوى والقصة الأساسية في اللعبة وما راح يكون مناسب للأشخاص القلوب الضعيفة لأنك بتواجه ألد الأعداء والصعاب في اللعبة وطبعا راح يكون مكافآت قيمة جداً خلونا الحين نروح لسفنس وهو يشرح لنا عن الاكسبيديشن شكرا لوسي اوكي ايها اللاعب لنفترض انك انهيت 40 ساعه في اللعبه وطورت شخصيتك لأفضل شيء تقدر عليه وقتها، ولسه كنت متعطش لتحديات جديدة وصعبة، لا تخاف لعبة اوترايدرز راح تعطيك التجربة الكاملة من غير الحاجة الى اضافات خارجية. ما ودنا نحرق عليكم القصة، لكن بعد الانتهاء منها لأسباب راح تتوضح لك في القصة بيكون في نقاط جديدة تكون موجودة في خريطة إنوك للاستكشاف وأيضا موارد ثمينة راح تعطيك دروع وأسلحة ثمينة وهذا الطور الجديد يسمى بالإكسبيديشن بعد ما تنتهي بطور القصة راح يظهر لك مخيم جديد وراح يكون فيه منصة جديدة بيكون عليها خريطة تظهر لك فيها مناطق جديدة وما راح تكون فيها مراحل مكررة من طور القصة ولكن بيكون في مراحل جديدة مفصلة لطور الاكسبيديشن بميكانيكيات وتحديات وقصص جديدة. قبل ما تبدا في الاكسبيديشن راح تلاحظ وجود مستوى التحديات وفكرته انك كل ما تخلص مرحله بوقت اسرع راح تحصل على جوائز ثمينه وما راح تحصل على اي جوائز من الاعداء لكن بتحصل على جميع الجوائز بعد الانتهاء مرحله الاكسبيديشن اذا قدرت انك تخلصها ولا تخاف حتى لو خسرت كل محاولاتك ما راح نخليك تروح من غير الحصول على شيء في الوضع العادي في اللعبه بتختار لك اعلى مستوى تحدي ممكن تقدر توصله ولكن تقدر تخفض المستوى لو حسيت انك انت مش مستعد له وتحتاج مستوى التحدي في حاجتين اول شيء راح تفتح لك مناطق جديده للاستكشاف مع فريقك وبعد ما تفتح ال15 مرحله راح يفتح لك الاكسبيديشن الاخير اي اوف ذا ستور وثانيا مستوى التحدي راح يحدد مستوى الصعوبة في المهمة في اللعبة أعلى مستوى يقدر يوصل لاعبك هو المستوى 30 لكن الأسلحة في طور الاكسبيديشن تقدر توصل إلى مستوى 50 ولما تختار المستوى راح يبين لك مستوى الأعداء في المرحلة وهو نفس مستوى الجوائز اللي بتحصل عليها في آخر المرحلة وقبل ما توجه إلى الاكسبيديشن تأكد من تجهيزاتك من دروع وأسلحة بشكل ممتاز لان طور الاكسبيديشن صعب جدا وهو موجه للاعبين اللي يعشقون الصعوبه والتحديات في الالعاب واستخدام خواص لاعبينهم المختلفه والافضل جلب اصدقائك في الاكسبيديشن لانك ما راح تقدر توصل فيها للاخير لوحدك <applause> وبتكون مناسبة للاعبين اللي يحبون يجربون تخصيصاتهم الخاصة وتطويراتهم المختلفة والمتنوعة واللي بيحصلون عليها من خلال طور الاكسبيديشن <applause> خلنا نتكلم عن المودز أولاً هي عبارة عن خاصية ثابتة تغير بشكل جذري عمل السلاح أو الدرع أو القدرات اللي تمتلكها مثلا تقدر تخليك تستخدم سلاح غير مدعوم من الكلاس حقك أو إضافة ضرر متغير في العدو مختلف وتقدر أيضا ترفع مستوى الضرر للأعداء بشكل كبير جدا مثل جولمز لمب عبارة عن شوتجن أسطوري وراح تعطيك قدرة درع حجري واقي بعد كل قتلة لمدة ثلاث ثواني وهنا يساعد كلاس البايرومانسر أو يمكن تحصل على هذا السلاح الأسطوري واللي يسبب في تغييرات في الزمان والمكان وراح يسبب ضرر تبطيء للعدو والمودز له نوعين المودز العامة واللي تستخدم في تغيير عمل السلاح معين والنوع الثاني هو السكيل مود واللي يكون محدد لكل كلاس وراح ترفع مستوى القدرات الخاصة بالكلاس حقتك وما تقدر تحطها إلا في الدروع فقط مثل إعطاء تريكستر سيف قاطع أو رفع مستوى الضرر في قاذف الصواريخ للتكلومانسر أو وضع في الديفستيتر عشان يقدر يصير عنده غابة شوك يخرق فيه الأعداء وكل المودات مقسمة إلى ثلاث مستويات وتقدر تحصل عليهم بانك تدمر الادوات اللي تكون تمتلكها وندره السلاح او الاداه راح تعطيك فكره لاي نوع من المودات اللي راح تطلع لك لما تكسره ما عدا الادوات والاسلحه الاسطوريه وهي مودات مختصه فيهم وما تقدر تحصل عليهم الا في هذه الادوات وبعد الحصول على المودات راح تقدر تستخدم في شخصيتك حسب ما تحب خلينا نقول انك خلصت من تحدي كبير وحصلت على سلاح رشاش اسطوري ابسولوت زيرو واللي بيسوي تدمير شامل ورصاص يجمّد الاعداء تقدرون تضيفون خاصيه الصعق الكهربائي مع التجميد وراح نشرح لكم كيف حصلت على رشاش ثاني اسطوري اسمه Thunderbird لكن ليفلك صار اعلى منه وقررت انك تدمره عشان تقدر تحصل على المود الخاص فيه ولازم تعرف اذا كان في سلاح اثنين مود تقدر تغير فقط مود واحد فيه والحين خلينا نختار المود الاسطوري اللي اخذته من تدمير الرشاش الكهربائي ونحطه في الابسولت زيرو وعشان نركب عليه نحتاج نستخدم موارد وهنا بنستخدم الحديد وهذا فقط مثال واحد لكيف بتقدر تطور شخصيتك في اللعبة وتقدر ايضا تطور اسلحتك مثل تطوير ندرة السلاح وقوة المسدس وتحمل الدرع ولما تحط المؤشر على الخيار بيعطيك اشارات بالالوان واللي يبين لك كيف الندرة اللي تحتاجها لكل تطوير وفي خيار يغير طريقة استخدام السلاح وتقدر ايضا تستخدم خصائص جديده كلمة يطور مستوى لاعبك، وفي نهايه التلبيل هو رفع مستوى للسلاح واللي بيرفع القوه او الدرع. ويوجد حوالي 350 مودات متنوعه للاسلحه والدروع والخصائص. بيكون في خيارات كثيرة للتنويع بينهم. وحطوا ببالكم كل شيء شفناه له علاقة في شجرة التطوير وتحسين الشخصية راح تحتاج انك تتنوع باسلوب لاعبك عشان تقدر تتصدى للوحوش الصعبة في الاكسبيديشن. but also on how well built, in your builds are tuned and in sync with another that's why going deep into customization aspects of Outriders is not only super fun but also vastly improves your lifespan on Enoch in general tune and optimize your skill tree for the challenge ahead and find effective ways to complement the available powers from your driver squadmates, especially when you want to take on higher world tiers in a story campaign for instance okay we covered crafting والالحين خلونا نتكلم اكثر عن expedition بيكون في 14 مرحلة جاهزة مع اطلاق اللعبة. والحين خلونا نشوف جزء من الجيم بلاي في الاكسبيديشن. Next to this gate, it is more piercing than ever. Outrider, I need to know the cause of this. Tiago was right about that hum. My teeth are chattering from the vibration. Strange structure. Some kind of switch over there. mechanism in the middle could be the way forward. اتمنى تكونوا استمتعتم باستعراضنا لطور اكسبيديشن والحين نرجع للوسي <applause> شكرا يا سفن. قبل ما ننتقل لفقره الاسئله خلونا نتكلم عن المحتوى الاضافي باسم هيلز رينجر حنا سبق وقلنا ما راح يكون في محتوى اضافي مدفوع للعبة بحيث بتكون التجربة الكاملة موجودة عندك من اول يوم شراء لها وهذا لا زال صحيح وما راح يتغير لكن حبينا نعطي ميزة خاصة للناس اللي قامت تطلب طلب مسبق للعبة وراح يحصلون على حزمة هيلز رينجر مجاناً وإذا انتهت مدة الطلب المسبق، تقدر تشتري الحزمة هذه لوحدها. لكن الحزمة هذه ما راح تعطيك أي قدرة أو خاصية في اللعبة. كل اللي بتسويه أنه بتغير شكل شخصيتك وشكل تغيير سيارتك. وأيضا ملابس مختلفة و11 شكل لسلاح مختلف وتقدر تطلب من الحين وراح يكون في ترقيه مجانيه لاجهزه الجيل الجديد مثل Xbox بوكس X اكس 5 للعبه. والان خلونا ننتقل الى فقره الاسئله. <applause> Robbie, I call you forward. Come and answer the questions of the community. What is a shiny news nugget? شكرا لوسي ومرحبا بالجميع في فقرة الأسئلة وفيها نجاوب على أسئلتكم اللي طرحتوها في منصات التواصل <applause> هل بيكون في دعم للكروس بلاي؟ نعم راح يكون في كروس بلاي كامل لجميع الاجهزه <applause> هل تاريخ الاصدار لا زال في شهر ديسمبر لعبه اوت تم تغيير تاريخ الاصدار لها الى 2 فبراير 2021 في البلايستيشن 4 والبلايستيشن 5 والاكس بوكس 1 والاكس بوكس سيريس اكس والسيريس اس والبي سي ولاحقا 2021 راح يكون على منصة ستيديا. ليش في أربع كلاسات لكن ما تقدر تشكل فريق أكثر من ثلاث لاعبين؟ سوينا تجارب كثيرة واكتشفنا أن وجود ثلاث لاعبين في فريق راح يكون أفضل من ناحية الأداء وأيضا رؤية في اللعبة، خاصة لما يكون في مؤثرات بصرية كثيرة من القدرات والضربات في نفس الوقت. هل لعبة أوت رايدرز مجانية؟ لا. لعبه اطريدز لعبه متكامله غير مجانيه وما فيها متجر داخل اللعبه ومثل ما قالت لوسي الحاجه الوحيده اللي مو موجوده في اللعبه هي حزمه الهيلز رينجر وبتكون مجانيه للطلب المسبق ليش بعض الانيميشن قصير او بسيط جدا لعبه اوت رايدرز تعتمد على سرعه وسلاسه اللعبه ونقدر نحط مؤثرات كبيره جدا وكثيره وطويله لكن لو كنت في قتال ضد زعيم وقطعت الحركه عنه تحتاج أن تكون مؤثرات سريعه وبسيطه عشان ما تخسر <applause> شكرا للجميع اللي ارسلوا اسئله ولا تنسوا تتابعونا في وسائل التواصل الاجتماعي ومثل ما قلنا لكم، Outriders راح تصدر في تاريخ 2 فبراير 2021. شكرا للمتابعه، مع السلامة.